لا احنا عندنا عقبات في كل مجال، يعني طبعا في موضوع استرداد اراضي الدوله فيه شويه مشاكل. احنا طبعا انا عرضتها النهارده على معالي الوزير ونشوف نقدر ازاي ننظم المشاكل ديت. هنسمع من كل محافظه ونعرض ان شاء الله على رئاسه الجمهوريه، لان في حاجات محتاجه تشريع، في حاجات محتاجه تبقى موحده على كل المحافظات. احنا لا احنا في دمياط احنا عاملين اول محافظه تعمل مشروع جديد خالص في موضوع الكمامه. عملنا المدفن اللي هو تحت الارض، والنهارده احنا جايين هنعرضه ان شاء الله على باقي المحافظين بامر يعني من معالي وزير التنميه المحليه. ده كويس جدا وبيقضي لي على المشكله بتاعه النباشين، ودعمنا بالمجهود الذاتيه مع المجتمع المدني. مش المحافظه يعني ما دفعتش فيه حاجه. ده عباره عن صندوق هيدروليك بيبقى فيه فتحه على الوش فوق، بيحطوا فيه هم الكمامه، وبعد كده بتوصل بالعربيه بيطلع لفوق زي الاسانسير كده. بناخد الصندوق الكبير منه في اخر اليوم وبنرجعه تاني وبيرجع مكانه تحت الارض. فده بيديش فرصه للنباش انه يكون موجود، وده بيقلل يعني نسبه كبيره من التلوث اللي موجود في الشوارع. لا احنا لسه دلوقتي احنا خلصنا الفحص وخلصنا المعاينه، لكن التتمين لسه لجنه التتمين شغاله. مفيش احنا لسه مخلصناش التتمين عشان نقدر نقول احنا كمحافظه جبنا قد ايه. التكاتك احنا خدنا نسبه كبيره قوي رخصناها في المحافظه، تقريبا عملنا داخلين على 3000 توك توك اترخص لغايه دلوقتي.